حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نور بدربي كيف العيش بلا ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستمر في درسنا إن شاء الله كان ميكلت ورحب لنا جميرنا يزنبرنا درس مالتي في كتاب حسن المسلم في أذكار الكتاب والسنة طبعا لما أنت مبل شاوعيت درسينا نوسد لما أنت إن شاء الله. وهذه الليلة السابع من جباد الأولى من 1430 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما نقول. طبعا درسناتنا لما عنتي بزعبة دعاء السجود السجود مسورد حدث زقابرو دعاء نحن وسد كم تخل شعن بلو أقدمنا قدمتها دعاء نوسد يعني حدا حدا تنبيه أولا شيء كنقبر يقبأنا كفت تنبيهات انتهى لنا أولا شيء حدا سب أبركوع تنيحو سمع الله لمن حمد إلو تخمس بله دحريو ناب سجود قدسو كخيدون كله قدم إيدو دو ناب مريت يودقو ولا بركو إيدو دي ناب مريت قدم دو دقو ولا بركو. طبعا أهل العلم أبزي علماء اختلاف قيرو أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة أبزي مسألة زيا قال يوم علماء إلهم إدكاخة تقدم لك إلهم قال يوم علماء كا لا أنت تكبر على كايلم اقرخاخ تقدم على كا يبلو مالتهم. طبعا اتهم علماء إدكاخ تقدم على كا دبلو علماء الحديث مبزحتهم علماء الحديث إدكا قدم كتورد على كايلم اتهم بركخا كتورد على كا دبلو دماني كالإمام من القيم رحمه الله ومن المتأخرين كابزوم أبزي أوانا زلو علماء دماني كالشيخ بن باز رحمة الله عليه وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله قم زعم سلو مشايخ الشيخ بن جبرين حفظه الله ورعاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويشافيه. زم مشايخ زياتهم كأن تايلهم بإقرها قدمك تورد على كايلهم مالتهم. طبعا أقدمنا زم علماء زياتهم اختلاف قيرهم كبها لهم كله انتاي كخونا لو حد طالب علم علم زطلب سب يعني حق خفل تدلي سب زم علماء زياتهم كاب قدم زنبور يخونو تم أهل الحديث شيخ الإسلام تيمية ابن القيم وقدميهم زنبور البخاري ومسلم بريحريهم زمتو والإمام بن حجر الإمام النووي زم أبزؤوان نادلو كذلك كالشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين رحمه الله وزم أحياء دلون كم بعد الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ورعاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويشافيه. وكم أتم زمسهلو علماء كنت أكسن كلنا ناتاتهم اختلاف كنت أكسن كلنا انتخن قبر يبلنان يعني اختلاف ناتاتهم نحن تجرؤ ناقاتهم كودغنا كقباء يبلون نمنتاي زياتهم عبيت علماء يوم حياتهم كله لدين الإسلام كخدمه خبلو يعني شابت لحاهم زي لحياناتهم زي تحمناتهم ندين الإسلام كخدمه خبلو يعني ناب سعرة تغيروا مالتي كل تعبناتهم كل حياتناتهم عم انتها حليفهم نزيدين زخ خدمه حليفهم مالتي. فبالتالي نحنا خن رئيين كلنا نحرد اختلاف قيرهم كبهالهم كله حدا سب انتاي رئي اتدليل فلان دو وصدو رئيخا مميخا نحرد اخت ممي تخيل كونكا نايتي يعني قدام اي ذهبك ويد ما نايت لبخاد ودكلك فتاوى ذهبك ناتو توسد مالتي. لكن فلان علم عالم كمزيل وفلان كمز عالم كاخمزيل لك امونغو ام
كمز تسلق دلو أمونغوهم جيغاتات كمز الله جيركان تحفظ أنعاءاتهم تغيس كايوم هذا جريمة عند الله سبحانه وتعالى أبرب سبحانه وتعالى زخفأ جريمة أزئي مالتي. ولذلك من علماء السلف حاد تايد بالنيرو لحوم العلماء مسموم أيلو إذن علماء سقاناتهم يعني حميتا غير بحميتا نعوهم دبلعهم بزم سوات زياتهم انتايلو مالتي اتي سقاناتهم سيخم ناي كولوت سبات كي مسلكم إلو سقاناتهم سم اللو إلو وعادة الله في منتقصيهم معلومة إلو اتناي رب سبحانه وتعالى تقبار كأن نعاتهم انتقاص تقبر لهم نعاتهم زقوادو لهم سب عاداناي رب سبحانه وتعالى انتايز قبر مالتي نزل سبزي بحماق الطفاء يتفو بحماق ابتلاء يبتليو مالتي. كيف لا؟ لأن هؤلاء الناس ورثت الأنبياء كب أنبياء دورثوا سب اليوم زياتهم من يعني ورشان أنبياء تسكموا سباتهم كمت النبينا عليه الصلاة والسلام نخبرهم أبرئسنا نسغلهم كمون نتهم صحابة كم نبي تقبلهم عليه الصلاة والسلام دم تقولنا نزدين نزي علم زي نخبرهم زم علماء زياتهم دماني خاويهم تسكمهم زي علم زي مسيهم لنا حياتهم كله أتفئهم من زي علم زي كبلوا لهم يعني علم زين خبص حيلهم حياتهم كله أتفئهم مزم سازياتهم ماتي. لذلك انتهى اللو مالتي حدثت كخبرهم يعني كتقوعهم من كله لابد كتقوعهم من كله رحمة الله عليهم نتم أموات ندابله نتم أحياء دماني حفيظهم الله ندابله كتقسم يقباء مالتي زخون عينة انتقاص زخون عينة انتحرداء يعني مقدال أباتهم انتحرداء ريو فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الإنسان شر مالتي زي سبزي شر كم زدليلك رب سبحانه وتعالى أبسقام كتودق كم زدلخ نفسخ كتفلت يقبأك مالتي. طيب الآن ذكرنا أهل العلم اختلفوا حدث من حرداء أن سجود يورد الله بمنتا غيرو يورد لنا قال يوم علماء بإذكا ختورد لك إلهم قال يوم علماء كا يعني بركخا غيركا ختورد لك إلهم مالتي وكلهم نناتهم دليل اللهم مالتي كلاتهم نناتهم دليل اللهم. طيب نحن انتي نرجح عند حرداء الناخني يعني الله تعالى والله تعالى اعلم شيخنا الالباني رحمه الله عليه رحمه واسعه انتي بالمالتي كلهم اهل الحديث يبل مسرانا يوم اسممنا يلو بيدكا يورد مخانو اتو سنه نسو ممينا يبل الشيخ الالباني رحمه الله عليه رحمه واسعه. طيب كتورد كل خا بيدكا مسوردكا اب سجود مسوردكا شوعت عزمتناتك مريت كتنكف اللو سجود كنقبر كلنا يا أخوان شوعت عزمتناتنا مريت كتنكف اللو كم تخل شع يعني نرئيو قال السبات انتا يقبرو سجود كقبر كله اتن اقرو خلتي انحافي بلا قنبارو نايب حقي اصبقو حافي بلا فنشونا متى كي تنكفتنا مريت كي تنكفت تخول مالتي. لذلك شوعت عزمتناتو انتا قبر اللو مالتين أم مريت كتنكف اللو انتا انزن شوعت عزمت زيعت انحرد ألنا حاتيتنا دماني قدامتي كبزنا عظم تزياتا قدامتي خبزنا عظم تزياتا الجبهة مع الأنف يعني قنباركا مسفنشاها قنبارن فنشان بحانسابين أبسجد وردة بدحريو اليدين كرتا إدكا دماني مريت كتنكفا اللوان بدحريو انتايك خونا اللو كرتا بركخا دماني مريت كتنكفا اللوان مريسكا دماني كرتا أتابعت أقرخا دماني مريت كتنكف اللو حجي خندي كوينن شوعته الجبهة مع الأنف يعني جبهة ناتكا تقنبار ناتكا مسفنشاقة حادة اليدين كلتا إيدكا سلست خوينن كلتا بركخا حموشت خوينن كلتا أصابعت إقرخا دماني شوعته خوينن إذن شوعته زيعتن ينتن سجود دقبر لن أكالات مالتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تايلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم لهم أنا أن رب سبحانه وتعالى سجودك قبر الله رب أززني بشوعت عزمتي غيري سجودك قبر الله رب سبحانه وتعالى أززني بلو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك واجب حدث سجودك قبر الله زقبا إذن شوعت عزمتي زيادة مالتي. ربما الإنسان عند حرد أخباتنا أقدلو ممكن نتاسلاتنا تخها أزياء وإدما نتاسلاتنا تيو كهاسيا يخيل مالتي انت صلات ناتو كهاسيا يخيل مالتي. لذلك التنبه في هذا الأمر قال انت خبر اللو اتي أكلات ناتو تمتع تصف أكلات ناتو انت يخون اللو ننحد حدو كفال عليه اللو ازي بركنا ويدمان زي سلف ناتو انت يخون يبلون أبكبدو خطابق يبلون
كاب كبدون تاك قبل اللو فليك بلا اللو كمون إذا إيدو أبتشتشو خطابق يقولون تاي رأى فليك بلا اللو تراحة مسجد اندحر دعا مثلا جماعة تسجد اللخا كي أخلكم اندحر دعا دخيل كوينو اندحر دعا تسعبيكم تزي كوينو الكبير كان خلو خمزة أخلو تسجد اندحر دعا نبين خاخر كونكا انتحت قبل اللكا كل نفس خاف ليلي عبيلكا إذا إيدكا خبتشتشكا فليخا كمون إذا سلفكا كاب كبدخا فليخا يعني انتحت قبل اللكا مالتي كتلكا سجودناتكا كتقبر يقبعكا. طبعا يا أخواني السجود سجود زي من أعلى المراتب يعني تزلع على مراتبنا عبودية عبودية تقبر اللون رب سبحانه وتعالى إذا السجود مالتي. لذلك رأي سبحان الله حدث اتي مداسنا إقري بإقر خاقر كاترقص نقر للسخار السخاود كان أبو رب سبحانه وتعالى تذللا لله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى عبادة تقبر الكا رئيس خاود إقان رب سبحانه وتعالى قصق دولون كلها إذا تزعبه مقام نايمنتا إمالتي مقام العبودية أن رب سبحانه وتعالى إمالتي وهذا شرف للإنسان إذا دماني حدث رب سبحانه وتعالى أن حرد أوفقه نبذ السجود إذا خبت صح إذا انتا إمالتي رب سبحانه وتعالى خير دولي يلو سبي مالتي خير دولي يلو سبي مالتي. لذلك الإنسان لا بد أن يكثر من السجود حدث انتا خبر له سجود كبزح اللو سلات كبزح اللو لمنتاي إذا سلات زياء بزح نقر انتاي زحازت يا بزح عبادة زحازت نقر يا ذا سلات زياء ماتي. لذلك الإنسان لا بد أن يحرص على كثرة السجود وأن هذا السجود إذا السجود إذا قبره زل دماني إذا كرامة عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الإنسان بزيسه بزي خير سلز دليلو نابز السجود زي وفقه وماتي. ففضائل السجود فضل نايز السجود زي عبي ونب ربي سبحانه وتعالى. طيب أبدو السجود زي مسواردك انت لك دعاء تقبر إذا حجي اتي الدرس حيزنا إذا لنا ناي حسن المسلم كوينا نوسد مالتي يعني اتي أذكار من الكتاب والسنة أب كل نقبر أذكار حدا خبأتنا من تاي نوسد مالتي لما عنتي أب سجود كل خا وين أب سجود سجود مسقبرك انت لك دعاء تقبر. طيب أب سجود مسوردك يا أخوان انت لك دعاء تقبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سلست قيزي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تبالمالتي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام زيادة خبزي يبلوني رم لكن كم تنعي تركوع دتقسنايو كم تنعي تركوع دتقسنايو لك عزوان انتعي مالتي النبي عليه الصلاة والسلام يبزحني رميلنا لكن علماء انتهي لهمنا زواحد زواحد كخوين دقباء نحادة سبيلهم كاب سلستة خوحدة يقبؤون يقولوا ماتهم علماء كاب سلستة كوحدة يقبؤون إذي إتي أدنى وإدمان ستحت مراتب سلزخونة كاب سلستة خوحد يقبؤون يقولوا أهل العلم. لذلك حدث كاب سلستة نرعلي كساب عسر تخبل صحلوه كاونوا لعلي تخيلون كاونوا لعلي خبلها اللوه عند حرداء ديك إيلوها كساب سلستة انتهي كبلها اللوه مالتي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إلو لرب سبحانه وتعالى يعظمه يعني لعلمنا ناتو يتكساب زي سجود كوين مالتي. طبعا أبز السجود كونك أبركوع النبي عليه الصلاة والسلام تعلمه منا فعظموا فيه الرب لهم رب سبحانه وتعالى عظماناتو تقاسو عظماناتو عظموا رب سبحانه وتعالى إلو منا النبي عليه الصلاة والسلام أبركوع أب سجود كاء سبحان ربي الأعلى تبر الله يعني أعلى يعني تزلع عليه لمنتاي أفتبوتاتي أفتناي عبودية وريد كان رب سبحانه وتعالى أبتي يعني زعبين عبودية بوتا وريد كان رب سبحانه وتعالى كتلعلون كلخا لعوليخا عظيمخا يعني بعل لعول قرمائخا كان رب سبحانه وتعالى كتقصون كلخا إذن تأي مالتي كافتي استح يعني تحقيق عبودية لله سبحانه وتعالى تحقيق عبودية لله سبحانه وتعالى تقبر الخمالتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الساجدين لله سبحانه وتعالى يعني أناء الليل وأطراف النهار. طيب بدحرزي كم تزتقص ناي وأفتز حالة في دروس ناي ركوع كنت أكسن كلنا انتايت بالمالتي قال مس أحوسك مس بلك سبحان ربي الأعلى مس بلك انتايت بالبدحري سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني كم ذلك أن رب سبحانه وتعالى تمق سماعته رب سبحانه وتعالى تسريه يعني نسخة فتصومي خان نسخة صوريه خال كان رب سبحانه وتعالى تسريه بمنتاي بتمسقانات رب سبحانه وتعالى ونكم تمسقنا ماتي بالحرق انتاي تلمنا الله خاب ربنا جل في علاه مغفرانات يعني رب سبحانه وتعالى كرحمك رب سبحانه وتعالى كفت الزنوب ناتك كمحرك كان رب سبحانه وتعالى تلمنا الله خامالتي كم هو نفس سجود قبر انتاي دعاء لنا خالق سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني رب سبحانه وتعالى تسبح لخا تقدس لخا رب سبحانه وتعالى اتي ربنا الملائكة نايزون كل الملائكة تزياتهم كمون والروح يعني جبريل عليه السلام كم تحدى التفسير افتنا ركوع تغيسنا نيرنا التفاسير زي يعني اعادة تنكف تنكف بلنا يعني خنكيد ابزمالتي انتاي تبلا لخا نايتم ملائكة كلهم قويتاز خونك كمون ناي روح ناي جبريل عليه السلام قويتاز خونك كان رب سبحانه وتعالى تمقصوا لخا مالتي كمون كفت دعاتات أب سجود قبر انتهى لنا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر رب سبحانه وتعالى بز كل وصف يركات وصف لخا الله أكبر سجد وجهي للذي انتهيت بلا لخا اللهم لك سجدت اللهم لك سجدت تبلن رب سبحانه وتعالى أنت قويتاي نعاخا استقدلك الله أكبر الله جل في علاه أكرمك أن تسجد له نعون خد سجدله رب سبحانه وتعالى أكرمك كندي سبات الله أبز عالم زي كندي دين الله نخالق السجود قبر بجك رب سبحانه وتعالى النصارى يسجدون ليش يسجدون لعيسى عليه السلام ثم النصارى من يسجد له نعيسى عليه السلام سجود قبر له لمريم عليه السلام كذلك سجود قبر له كذلك اليهود لمن سجود قبر نعزير عزير دبها نيروم يعني رجل صالح نعون تاي قبر له ماتهم نعون السبزي كم رب قيرم ويدماني خم ود رب قيرم يتقصوا وزم سوات زياتهم كذلك إيش يعني أب هندي زلو كندي ديانات أب هندي أب هندي زلو ديانات كأب زوحي ماتهم بعرايد سجدوا ديهم يعني بزح نجر متي دي سجدوا زم سواد زياتهم مالتهم كذلك إيش المسلمين عند حرد عريخة خاتهم من قدم دسحاتو مسلمين أبشركيات دوادا قدماني نمان سجود كقبرو لترخبا مالتهم نقبور دمان سجود كقبرو تريهم زم سواد زياتهم مالتهم يعني منتهي ود كله أبشركيات أبدعاتاتي ود كله زم سواد زياتهم مالتهم فأنت فضلك الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى فضلوك كبزم كلهم خلق كابزم كلهم خلق كاباتهم فضيلون تجروك ماتيو نعو عبادة قبرلو نعو سجود قبرلو جيروك الله جل في علاه فلله الحمد والمنة انتايت بلا لخا اللهم لك سجدت نعاخا سجد الكال كان رب سبحانه وتعالى تمسقن لخا وبك آمنت بأخا دمان آمين الكان رب سبحانه وتعالى بخل زورد كايو بخل زبل كايو بأو آمين الكان رب سبحانه وتعالى تأمن له ولك أسلمت نعاخر من كل ناتي نجرد من نبخ سلميو يعني إيماني نفسي كل نعاخ سلميو أنت قوي تايت من رب سبحانه وتعالى سجد وجهي للذي خلقه إذ وجهي زي إذ جنباري زي إذ قلت أي زي نمن سجود غير له لتزفة أرى قوي تا سجود غير له من رب سبحانه وتعالى الله أكبر وصوره إذ قلت نازي دصوره دسأله دفتر قويت منيو الله سبحانه وتعالى نعو إخاء سجود غير لزله وشق سمعه وبصره يعني زقز نازي يعني عين نبينا قديد زوجاء إذن نبينا قديد زوجاء مني الله سبحانه وتعالى نعو إخاء سجود قبر دلخ كان رب سبحانه وتعالى تتقصو مالتي تمقصو كذلك أنت تبل تبارك الله أحسن الخالقين يعني رب سبحانه وتعالى يعني تبارك يعني لرب سبحانه وتعالى تمقصو لخا انتاي دخونه أحسن الخالقين دخونه أحسن الخالقين يعني أحسن المصورين دخونه قويتا نايزون كلهم مصورين كبأتم نلعلي مصور دخونه لأنه هو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم
كب زين برأي رب سبحانه وتعالى دمتس لكن قالوا سبات كسؤلون كله يعني فطورات كسؤلون كله ويدو خانا نقر كقبرون كله انتايم دو قبرو مالت يوم كب هلو نقر يوم دو سؤلو مالت يوم نهلو نقر يوم دو سؤلو فالله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين أحسن المصورين يعني ناي كلهم مصورين كبآتهم بلا على قويتا إلكان رب سبحانه وتعالى تمقصو مالت يوم. طيب كذلك كفت دعاء بسجود تقبرون تايت بالمالتي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الله أكبر تلك رب سبحانه وتعالى تمقصو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الله أكبر زخل للكان رب سبحانه وتعالى تمقصو طبعا زخل لدروس زي أفتناي ركوع وسيدنا ينير لأينا كذلك افتدعاء رب سبحانه وتعالى تقبر الله أبسجود كونك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره الله أكبر يعني زخل زي رب سبحانه وتعالى دعاء تقبر الله أنت قويتاي غفر لي محارني سترني خفت زون بناتي غفر لي كان رب سبحانه وتعالى تلمنه تزن بناتك خنتاي زخونه كل ذنبناتي دقه تزنا أشي وجله تزعبي وأوله اتي قدامي تقبركو وآخره دحريت تقبركو وعلانيته بقلص تقبركو وسره يعني تحابي تقبركو كل الذنوب ناتي تقبر لي محارة نغفر الليل كان رب سبحانه وتعالى تلمنوا اللخماتي الله أكبر إذا كفت دعاء ناي من تايو دعاء ناي سجود مالتي طبعا يا أخواني بهذه المناسبة اتزبلت دعاء نب رب سبحانه وتعالى اتزقرب دعاء نب رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى تقبل دعاء أمن تأي مالتيو أب سجود مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تايلوم فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود أب سجود كنكم تأي قبري لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء قبري لهم أب سجود كنكم دعاء قبري لهم النبي عليه الصلاة والسلام تايلوم شعوه فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم أبزي سجودكم دحرد أن رب سبحانه وتعالى دعاء يركم له زقرب رب سبحانه وتعالى استجابة قبر لكم زقرب رب سبحانه وتعالى كملس لكم أبزي بوتايزي إلهم النبي عليه الصلاة والسلام حبي رمنا ماتهم فزخون سب أمورنا الدنيا أمورنا آخرة دلو سب أبزي سجود زخين تخ قبر الله مالتهم نرب سبحانه وتعالى دعاء كبر الله ونرب سبحانه وتعالى كلم من الله حتى الله سبحانه وتعالى من أنت تدعانا تقبل له من أنت زتمنا يا نجر من أنت كحقق له كبربي سبحانه وتعالى قال دعاء تايا لنا النبي عليه الصلاة والسلام دقبر وزنبر أب سجود اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الله أكبر يعني رب سبحانه وتعالى كما يقرأ من دموقسوني رمى النبي عليه الصلاة والسلام حتى خلوا منوان كله تطريقنا يلما مناسي سبحان الله يعني حري أن يستجاب له يعني رب سبحانه وتعالى بزير كان حرداء موقسكا رب سبحانه وتعالى غني انتخبر مالتي تناتك لمنا تقبل لك يخهبك مالتي طيب انتهي بالنبي رمى النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أنت قويتاي بتناتك فتوت كفتناتك قطع سعقوبا له الله أكبر عجيب زخون الزرار رب سبحان الله وبمعافاتك من عقوبتك بتمحرتناتك كفتمقطعتناتك عقوبا له تبنا رب سبحانه وتعالى وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك يعني خفت عذابناتك نبخ عقوبا له رب سبحانه وتعالى تبله شعون تايرما النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك موقساسي تناتك موقسك بوضحك إلني يبلون رب سبحانه وتعالى أنت كما أثنيت على نفسك نسخة أخا من نفسها تفلتا كم تان عخا تقبأك كم تان نسخة تفلتا عن نفسها موقس تقبأ كم يوفن كان عخا أنت قوي تايلوم النبي عليه الصلاة والسلام نبي ربنا سبحانه وتعالى يمقسوا الله أكبر طبعا هذا يعني أدعيانا النبي عليه الصلاة والسلام كم زيتات اللي حرداء وسيدنا كم زو وسيدنا خائن رب سبحانه وتعالى أبسجود كنا كن لملون كلنا عن ربنا سبحانه وتعالى
فالله جل في علاه استجابه قبر النائب الله سبحانه